الساعة 700 من هذا اليوم انطلقت جحافل الفرقة المدرعة التاسعة بثلاث محاور نحو أهدافه: المحور الشرقي والمحور الوسطي والمحور الغربي. المحور الشرقي متمثل باللواء 37 اللي يكون محاذي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، انطلق باتجاه محطة كهرباء اليرموك، وحاليا هو على أطراف المنطقة. تم تدمير ثلاث عجلات من قبل اللواء 37 ضمن هذه المنطقة، وهو مستمر في تطهير المنطقة حاليا. تم قتل ما يقارب 10 دواعش خلال هذا اليوم بالنسبة للواء 37. أما اللواء 34 أيضا تقدم باتجاه حي الطرق وفجر عدد كبير من العبوات الناسفة، وتم تدمير أيضا هاون، وهو حاليا غريب جدا على حي الطرب يمين المنطقة، إن شاء الله يدخلها هذا اليوم ويطهرها. عندنا المحور الآخر هو المحور الغربي المتمثل باللواء 36 وفرقة العباس القتالية، هدفهم هو تلول العطشانة. حاليا قطعاتنا سلقت هذه التلول وبدأت بتمشيطها وسيطرت على جزء كبير منها ومتجهة باتجاه أهدافها النهائية إن شاء الله هذا اليوم. أيضا تم تدمير عجلتين مفخخة ضمن هذا المحور.